بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنكمل مع بعض النهارده النيرفس تيشو، وهناخد الجانجليا اند نيوروجلايا. الحاله بتاعتنا بتقول ايه؟ الحاله بتاعتنا بتقول ان في سيده او بنوته او بنت عندها 35 سنه، وهي بتعدي الشارع حصل لها حادثه موتوسيكل. طبعا لمعظم الحالات اللي هتقابلك في الاستقبال نيورولوجي هيبقى معظمها يا اما ستروك يا اما حادثه عربيه او حادثه موتوسيكل او الاخر. الحوادث اكتر حاجه بتقابلنا في حالات النيورولوجي، في خاصه في الاستقبال يعني. طيب الميجور ديفيجن اوف ذا سياتيك نيرف اللي بنسميه الفيبولار نيرف اتاثر. لما اتاثر السؤال، الديفيجن ده او السياتيك نيرف ده بيشتغل ايه؟ كونفي سيجنالز تو دندرايتس، ولا ريسيف سيجنالز من الاذر نيورونز، ولا سينسيسايز الاستراكشرال بروتينز، او ترانسميت سيجنالز تو ذا اذر سيلز، ولا ابتيك النيورو ترانسميترز. الفانكشن بتاعت الديفيجن ده، الفانكشن بتاعت السياتيك نيرف ده ايه هي من الخمسه دول؟ دي اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في نهايه المحاضره. لكن تعالوا نشوف الاجنده بتاعتنا فيها ايه. هنتكلم عن الجانجليا وهنتكلم عن النيوروجلاي. هنتكلم عن الجانجليا حاجتين، سنسوري جانجليا واوتونوميك جانجليا. في النيوروجلاي هنتكلم عن النيوروجلاي في السي ان اس، والنيوروجلاي في البريفرال نيرفس سيستم. مره ثانيه بنراجع مع بعض الكلاسيفيكيشن اوف ذا نيرفس تيشو. عندنا اناتوميكال كلاسيفيكيشن، فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن، اند هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. اناتوميكال كلاسيفيكيشن بنقسم فيه النيرفس تيشو الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسبينال كورد، البريفرال نيرفس سيستم اللي هو النيرفس والجانجليا. لكن لو كنا بنقسمه فيسيولوجيكال فبنقسمه الى سنسوري وموتور واوتونوميك، ومنه الاوتونوميك جانجليا. لو كنا بنقسمه هيستولوجيكال هنقسمه الى حاجتين، يا اما نيورونز يا اما مش نيورونز اللي هي النيوروجلايا. هناخد النهارده مع بعض النيوروجلايا وهناخد الجانجليا. خلونا نبدا بالجانجليا. ايه هو تعريف الجانجليا؟ الجانجليا دي مجموعه من النيرف سيل او كوليكشن اوف ذا نيرف سيل اوتسايد السي ان اس. لان لو في كوليكشن من النيرف سيل انسايد السي ان اس بنسميه ايه؟ برافو عليك، بنسميه نيوكليوس. يبقى لو كان التجمع من النيورونز او النيرف سيلز بره السنترال نيرفس سيستم ده بنسميه جانجليا، لو كان جوه السنترال نيرفس سيستم بنسميه نيوكليوس. يبقى عرفنا الفرق بين النيوكليوس والجانجليا. لكن في كل الاحوال لو في عندي مجموعه من النيرف سيلز فغالبا مجموعه من النيرف سيلز دي بتتحد مع بعض في الشكل وفي الفانكشن بتاعتها. عندي نوعين من الجانجليا، في السنسوري جانجليا وفي الاوتونوميك جانجليا. السنسوري جانجليا اللي هي ريليتد للسنسيشن، علشان كده بلاقيها ريليتد للسوماتيك نيرفز اللي هي السباينال نيرفز والكرانيال نيرفز. يبقى انا عندي نوعين من السنسوري جانجليا، في الكرانيال جانجليا وفي السباينال جانجليا او الدورزال روت جانجليا اللي هي ريليتد للدورزال روت ديفيجن اوف ذا سوماتيك نيرف. الاوتونوميك جانجليا في منها السمباثيتك وفي منها الباراسمباثيتك. طبعا هما الاثنين نفس الاستراكشر، لكن الباراسمباثيتك جانجليا ريليتد تو ذا اورجن، يعني الباروتيد جلاند. الباراسمباثيتك جانجليا بتاعتها جنب الباروتيد جلاند. لكن السمباثيتك جانجليا اناتوميكالي بتبقى سهله خالص ان نوصل لها، لان هي ريليتد للاورطه الابدومينال اورت او ريليتد للفيرتيبرال كول. اللي قدام دي هي السباينال جانجليا، واخد البوستيريور روت اوف ذا نيرف، ده سباينال نيرف. دي بوستيريور روت ودي انتيريور روت. في البوستيريور روت الاقي فيه كلكيعه قبل ما البوستيريور روت يدخل على السباينال كورد، بسميها ايه دي؟ بسميها جانجليا. الفانكشن بتاعتها ايه؟ بتشترك في السنسيشن، فبسميها سنسوري جانجليا. الاناتو بتاعها فين؟ موجوده عند الدورزال روت، فبسميها دورزال روت جانجليا. موجوده في الريليتد لمين من النيرفز؟ للسباينال نيرفز، ممكن اسميها سباينال جانجليا. لو نيجي كده نبص على السباينال جانجليا بتتكون من ايه؟ بتتكون من سودو يوني بولر نيورونز. فاكرين السودو يوني بولر نيورونز اللي كان طالع منها بروسيس واحد وبعدين يتقسم الى تو بروسيس؟ هي دي السودو يوني بولر نيورونز. لما اتكلمنا حتى عن وقتها وقلنا ان هي موجوده في السنسوري جانجليا، بتبقى لارج سيلز. لارج سيلز طالع منها بروسيس واحد بيتقسم نصين، نص يروح ياخد السنسيشن من الديفرنت بارتس اوف ذا بودي وبعدين يوصلها لمين؟ يوصلها للسنترال نيرفس سيستم. طيب الامبلس ماشيه كده، جايبه السنسيشن
وبعدين تدخل على الفايبر من هنا وبعدين تطلع من الناحية التانية. طب ايه علاقة النيرف سيل بالموضوع؟ ملهاش اي علاقة بالموضوع الحقيقي، هي قاعدة بتتفرج عليهم وهم ماشيين كده، امبلس تعدي عليها وتطلع من الناحية التانية. امال ايه الفانكشن بتاعت النيرف؟ ما هي دي اللي بتغذي النيرف فايبرز من الناحية دي ومن الناحية دي. لكن ده نسميه ايه، اكسون ولا دندرايت؟ فاكرين انتوا الاكسون كاري اواي فروم نيرف سيل، الدندرايت كاري تو نيرف سيل، ده اللي احنا قلناه في المحاضره اللي قبل كده. طيب يبقى ده اكسون ولا دندرايت؟ تعريف الفسيولوجي بتاعنا نلاقيه ايه؟ نلاقيه تو يبقى دندرايت. طب ده اواي يبقى ايه؟ اكسون. الحقيقه ده فسيولوجيكالي دندرايت، هيستولوجيكالي اكسون. وده فيسيولوجيكالي اكسون، هيستولوجيكالي اكسون. النيرف سيل بادي اللي موجوده بره السنترال نيرف سيستم دي لازم نحوطها بمجموعه من السيلز او النيوروجلايال سيلز. هذه النيوروجلايال سيلز فايدتها ان هي تعمل كوره حوالين النيرف سيل بادي، مفيش هنا سينابس خلي بالك، فهتقفل حوالين النيرف سيل بودي. يبقى النيرف سيل بودي قاعده كوره جوه، وحواليها مين؟ وحواليها النيوروجلايال سيلز. نسمي ايه النيوروجلايال سيلز دي؟ نسميها ساتلايت سيلز. يبقى اذا ايه اللي موجود دلوقتي عندي؟ موجود عند نيورون نوع اسود ونيبولر نيورون، ليه سيل بودي كبيره كبيره حواليها مجموعه من الساتلايت سيل. طب هي خليه واحده موجوده في الجانجل؟ طبعا مجموعات من السيلز. هذه السيلز موجوده جوه كونكتيف تيشو كبسول. موجوده جوه ايه؟ كونكتيف تيشو كبسول، بنسميها سيك كونكتيف تيشو كبسول. يبقى اذا ايه هي الجانجليا؟ عباره عن مجموعه من النيورونز او النيرف سيل بوديز، اهي موجوده اهي، حواليها ايه؟ حواليها كونكتيف تيشو كبسول. بتتميز بايه السنسوري جانجليا؟ ان السيلز بتاعتها بتبقى لارج سيلز. ليه هي لارج سيلز؟ علشان هي سنسوري سيلز عباره عن سودي يونيبولر نيورونز. طب الفايبرز اللي موجوده جوه الجانجليا دي نلاحظ كده مع بعض، مش موجود هنا غير مايلينيتد فايبر، داخل مايلينيتد وخارج مايلينيتد، لان انا قلت لكم ان الاثنين عباره عن اكسونز، بالرغم ان واحد فيهم فيسيولوجيكال دندرايت، لكن الاثنين هيستولوجيكال زي ار اكسونز، زي ار مايلينيتد، علشان كده ما الاقيش جوه الجانجليا بتاعتي غير مايلينيتد فايبرز. يبقى لما اجي الخص الكلام الاقي ايه في السنسوري جانجليا؟ الاقي سك كونكتيف تيشو كبسول جواها مجموعه من النيورونز، هذه النيورونز بتبقى لارج سيلز، كل خليه حواليها مجموعه من الساتلايت سيل علشان احافظ عليها، وبعدين طالع منها وداخل لها مايلينيتد فايبر، يبقى الاقي فيها ايه؟ مايلينيتد فايبر. لكن بتتميز بان كل مجموعه من السيلز جايه من مكان بتبقى موجوده لوحدها، فبلاقي السيلز بتاعتي في جروبس. ده لو اقارنا بقى بالاوتونوميك جانجليا، لان الكلام سهل وبسيط وتقريبا خلصنا، الاقي ايه؟ الاقي السيلز هنا كبيره، السيلز هنا صغيره، وبالتالي عدد الساتلايت سيل اللي حوالين الخليه الكبيره هيبقى كبير، لكن عدد الساتلايت سيل اللي حوالين الخليه الصغيره هيبقى صغير. يبقى الساتلايت سيل في السنسوري جانجليا اكتر من الساتلايت سيل اللي في الاوتونوميك جانجليا. رقم واحد. رقم اتنين، الكبسول هنا سك لكن الكبسول هنا فيري ثين. الحاجة التالتة، عندي هنا مايلينيتد فايبر داخل ومايلينيتد فايبر خارج، أنا عندي هنا مايلينيتد فايبر داخل والانمايلينيتد فايبر اللي حواليه النيورو لما بس لو كان موجود في السمباثيتك. لو احنا هنراجع مع بعض الكلاسيفيكيشن اوف نيورونز ونفتكر الام اللي كانت شايله ابنها النكد وواخدها في حضنها وكنا مسمينه نيورون وزاوت مايلينيشن، لكن معاه نيورون لما تشيس. فاكرين شفناه فين؟ شفناه في السمباثيتك فايبر. اهو دلوقتي جه وقته اهو ان احنا نشوفه في السمباثيتك فايبر، عشان السمباثيتك جانجليا هنا بتعمل ديستريبيوشن للامبلس الواحد. عشان بتعمل ديستريبيوشن للامبلس الواحد الاقي فيه هنا سينابس، ما الاقيش هنا سينابس. الحاجه الثانيه الاقي فيه هنا انتر نيورونز، فالسيلز بتاعتي بتبقى متباعده، ما هياش موجوده في جروب، ما هياش بتستقبل السنسيشن من مكان محدد، ولا بعت الاوتونوميك امبلس او ستيمولس لمكان محدد، عامله ديستريبيوشن عالي جدا. علشان كده بلاقي السيلز ما هياش في جروبس زي دي، الاقي سكاتر دي جوه الكبسول. يبقى اذا السنسوري جانجليا كفرد باي سيك سكين سوديو نيبولار سيلز، السيلز بتاعتي فاريبل انسايد وسراوندد باي نيومرس ساتلايت سيل. النيرف سيل موجوده في مجموعات والمايلينيتد نيرف فايبر موجوده ان بتوين السيلز. الجزء اللي فات ده هو اللي يهمني في الهيستولوجي، اللي جاي ده كله فيسيولوجي. ريليتد تو ذا بريفرال نيرف ده اناتومي، نو سينابس ار بريزنت ده فيسيولوجي، ريسيف سنسوري امبلس من البودي وترانسميت للسي ان اس طبعا ده فيسيولوجي، ده كان بيفهمنا
ايه سر الهيستولوجيكال بيكتشر اللي قدامي؟ الامبلسز بتعدي من البريفرال نيرف للبريفرال نيرف من غير ما تعدي على السيل بودي. البريفرال بروسيس بتشتغل كدندرايت اند سنترال بروسيس بيشتغل كاكسون، لكن الاثنين هيستولوجيكال زي ار ذا سيم. لو هبص على السمباثيك جانجليا، ما احنا قلنا السمباثيك جانجليا دي اللي هي بتعمل السمباثيك تشين اهي، وموجوده كمان ريليتد للسباينال كورد. عرفنا السمباثيك جانجليا وان السيلز بتاعتي سمول، وبالتالي بتبقى الجلايل سيلز اللي حواليها قليله، ومش هنكرر الكلام مره ثانيه. لكن السمباثيك جانجليا كفرد باي سين كونكتيف تيشو كبسول، مالتي بولر نيورونز، سمول سيلز ايكوال ان سايز، سراوندد باي ايه؟ باي فيو ساتلايت سيل. النيرف سيلز سكاترد، النيرف فايبرز مايلينيتد ولا ان مايلينيتد؟ لا الاثنين مع بعض. وعرفنا ايه سر الحكايه دي. ده بالنسبه للهيستولوجي. بالنسبه للفسيولوجي الاناتومي، السمباثيك تشين موجوده ادجيسنت تو ذا سباينال كورد او موجوده داخل الاورجن او ريليتد تو ذا ابدومينال اورتا، ده اناتوميك. السمباثيك جانجليا ار موتور ان فانكشن، ما هي كل النيرف فايبرز اللي طالعه من السباينال كورد كلها، كل اللي طالع موتور انفانكشن كولينرجيك فايبر. البري جانجلونيك فايبرز سينابس مع الجانجلون سيلز، واللي هتعمل لي البوست جانجلونيك فايبر اللي هو يا اما النيت نيرف فايبر. طب كويس، تعالى بقى نقارن ما بين السنسوري جانجليا وما بين الاوتونوميك جانجليا من ناحيه ايه؟ التايب والسايت والفانكشن والكبسول، سيك كبسول سين كبسول. السيلز سوديو نوبولر مالتي بولر لارج سمول ارينج جروب ديستريبيوتد ساتلايت سيل نيومرس، هنا فيو، هنا النيرف فايبرز سيكو مايلينيتد، هنا مايلينيتد وان مايلينيتد، هنا وايدلي سيبريتد، هنا كلوز تو اتش اذر. السينابس نو سينابس، لكن موجود هنا سينابس. النيوروجلاي ايه هي بقى؟ النيوروجلايا قلنا دي مجموعه من السيلز غير النيرف سيل. يعني ايه؟ يعني ملهاش اي فانكشن ريليتد نيرف تقريبا يعني، لكن دلوقتي طبعا الكلام الجديد في انتر اكشن ما بين النيوروجلايا والنيورونز. لكن النيورونز ما فيش فيها كوندكتيفيتي، ما فيش فيها اكسايتابيلتي، ما فيش فيها الظاهرتين المهمين دول في النيرف سيل. زي دونت سينابس ويز ايتش اذر اند زي دونت سينابس ويز ذا نيرف سيل. النيوروجلايا في نيوروجلايا في السي ان اس، وفي نيوروجلايا موجوده في البريفرال نيرفس سيستم. اللي في السي ان اس اللي هي الاستروسايت والاوليجودندروسايت والمايكروجلايا والابندايمال سيل. اللي في النيرفس سيستم اللي هي ساتلايت سيل والساتلايت سيل لسه متكلم عليها في نيوروجلايا، وكمان اتكلمنا قبل كده على الشوان سيل لما كنا بنتكلم عن المايلينيشن. بيهمني وانا بتكلم عن النيوروجلايا اتكلم عن ثلاث نقط محددين، البروسيسز والسايت ايه والفانكشن. لكن تعالوا نشوف اول نوع من انواع النيوروجلايا بنسميها الاستروسايت. استرو يعني نجم، نجم استروسايت زي ما انت شايف هي شبه النجم بس. يبقى الاستروسايت دي اللي هي اللارجست نيوروجلايال سيلز. الفانكشن بتاعتها ايه؟ استراكشر وميتابوليك سبورت، بتعمل البلاد برين بارير. دي اهم معلومه عايزك تعرفها عن الاستروسايت، ان هي جزء رئيسي في البلاد برين بارير. يبقى رقم واحد بتعمل زي كل الجلايال سيلز بتعمل استراكشر وميتابوليك سبورت وكنترول ايونيك والكيميكال انفايرمنت. عندي نوعين من الاستروسايت، ده البروتوبلازميك استروسايت والفايبرس استروسايت. البروتوبلازميك استروسايت دي لارج سيل ستيلات ان شيب وفيها ميني شورت بروسيس. انا قلت لك يهمني الايه؟ البروسيسز. البروسيسز بتاعتها بتروح فين؟ جزء منها هيروح على البلاد فيزل وجزء التاني هيروح على النيرف فايبر. بس انت يا دكتور المحاضره اللي فاتت قال لنا ان النيرف فايبر سراوندد بالاوليجو دندروجلايا، صحيح؟ وهقول لكم بعد شويه كمان ان الاوليجو دندروجلايا هي اللي عامله مايلينيشن. امال ايه علاقه الاستروسايت؟ ما هي اللي بتنقل من هنا لهنا، وبالتالي بتروح تدور على اي فراغات ما بين المايلينيتد ارياز وتدخل عندها وتلف حوالين النيرف فايبر. يبقى هي جزء منها حوالين البلاد فيزل والجزء الثاني بيروح يعمل كونتاكت مع النيرف فايبر في الاماكن اللي ما فيش فيها مايلينيش، زي النود فرانفيير، زي السيل بودي. السيتوبلازم جرانيولر، ليه؟ موجود فيه انترميديت فيلامنتس. هذه الانترميديت فيلامنتس بنسميها جلايال فايبريلر اسيديك بروتين او جي فاب. هذا الجي فاب بيبقى ماركر مهم جدا للناس فيكم اللي هتشتغل في النيورولوجي وعايزه تقرا تقرير الباثولوجي، لان في تقرير الباثولوجي بيهتموا جدا بالجي فاب كماركر على الاستروسايت. لان الاستروسايت لما نعرف في الكلينيكال كورليشن من اكتر الحاجات اللي بتعمل عندي تيومرز في السي ان اس، وبالتالي لازم نهتم بالاستروسايت شويه ونهتم بالاستراكشر بتاعها شويه
موجودة فين بقى البروتوبلازميك أستروسايت؟ موجودة في الجري ماتر اوف ذا سي ان اس. دي طبعا عكس الايه؟ عكس الفايبرس اللي موجودة في الوايت ماتر اوف ذا سي ان اس. طب هل في تشابه ما بين الاثنين؟ طبعا تشابه جامد ما بين الاثنين. برضه الليفر بتشترك في البلاد برين بارير، لكن اللي موجود في البلاد فيزلز اللي موجوده ريليتد للهوايت ماتر اوف ذا سي ان اس، برضه السيتوبلازم بتاع ريتش ان انترميديت فيلم. كده خلصنا الاستروسايت. نتكلم عن الاوليجودندروسايت. ما احنا اتكلمنا عن الاوليجودندروجلايا قبل كده. الاوليجودندروجلايا الريجولار برانشيد سيلز، البرانشز بتاعتها بتبقى قليله، يعني قليله في الدندرايتس بتاعتها. هذه الدندرايتس هي اللي بتروح تعمل رابنج حوالين النيرف فايبرز علشان تعمل لها مايلينيشن، يبقى الفانكشن بتاعتها ايه؟ مايلينيشن في السي ان اس. موجوده فين؟ في الجراي ماتر ولا في الوايت ماتر؟ الحقيقه موجوده في الاثنين، جراي ماتر والوايت ماتر. ادي الخليه اللي بنسميها اوليجودندروسايت، وادي الدندرايتس بتاعتها وهي عامله رابنج حوالين الاكسونز علشان تعمل لها مايلينيشن في السي ان اس. المايكروجلاي، المايكروجلايا دي بتوازي الماكروفاجز اللي موجوده اوت سايد السي ان اس، يبقى الاوريجن بتاعها بتطلع من البون مارو. بتطلع منين؟ من البون مارو، بيقولوا من المونوسايت، بس الحقيقه هي والمونوسايت بيطلعوا من اوريجن واحد. يبقى هي جزء من منظومة عالمية أو دولية جوه البودي بتاعنا بنسميها المونونيوكليار فاجوسيتيك سيستم، والاختصار بتاعها اللوجو بتاعها ام بي اس. الخلايا بتاعتنا ما هياش من اصل النيرفس تيشو، لكن دي ضيفه على النيرفس تيشو لان هي جايه من البون مارو. موجوده في الجري ماتر ولا في؟ طبعا في الاثنين. الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها ريليتد بالاميونولوجي، يبقى فاجوسيتيك اند انتيجين بريزنتنج سيل. فاجوسيتيك يعني بتاكل اي حاجه غريبه حتى لو كان بروتين جوه النيرفس السنترال نيرفس سيستم. وكمان انتجين بريزنتنج سيل، لو حصل ان في انتجين عدى من البلاد دخل النيرفس سيستم فهي اللي هتعمل له بريزنتيشن بالشكل ده، هي اللي هتعرفه على الليمفوسايت زي ما هناخد بعد كده. ودي اعضاء المنظومه العالميه او المنظومه الدوليه اللي اسمها الام بي اس او المونونيوكليير فاجوسيتيك سيستم في الديفرنت تيشوز بتاعتنا، ودي اخذناها في محاضره سابقه لكن بفكركم بيها اللي عايز يوقف الفيديو ويتفرج عليه. يبقى المايكروجلايا زي ما انت شايف عباره عن خليه نجميه، هي كمان ليها بروسيس طويله جدا وطلع منها بروسيس ثانويه، ده علشان تقدر توصل لكل مكان في السنترال نيرفس سيستم تحميني من اي مايكرو اورجانيزم ممكن يدخل جوه السنترال نيرفس سيستم. الابندايمال سيل دي سيكريتوري سيل، علشان كده هلاقيها ريليتد لمين؟ ريليتد للفنتريكلز والسنترال كانال، الاثنين دول موجودين جوه البرين والسباينال كورد، موجود فيهم السي اس تي او السيريبروسباينال فلويد. مين اللي بيعمل له سيكريشن؟ الابندايمال سيل. يبقى الابندايمال سيل تقدر تعتبر كما لو كان ابيثيريال ممبرين مبطنه من جوه الفنتريكلز ومبطنه معاه السنترال كانال. بتشتغل ايه؟ بتشتغل في السكريشن، بتعمل سكريشن لمين؟ للسي اس اف. شكلها ايه؟ كوبويدال سيلز، اهي موجوده اهي كوبويدال سيلز وطالع منها مايكروفيلاي، هي دي الخلايا اللي احنا سميناها ابن دايمال سيل. يبقى النيوروجلايا في السنترال نيرفس سيستم خلصناها، نتكلم بقى عن النيوروجلايا في البريفرال نيرفس سيستم. عندنا تو مين سيلز، وبس في خلايا تاني. الخلايا الاولانيه شوان سيل واتكلمنا عليها ان هي ريليتد للنيرف فايبرز بتعمل له مايلينيشن. الساتلايت سيل واتكلمنا عليها اللي هي موجوده في الجانجليا وبتحيط النيرف سيل. طب هل ما فيش ساتلايت سيل في السنترال نيرف سيستم؟ لا، في احيانا الاستروسايت تصغر نفسها قوي، تبقى صغيره 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 وتعمل من نفسها ساتلايت سيل وتلف حوالين السيل بودي لو ما كانش فيه ساينابس. دي اذر تايبز اوف نيوروجلايال سيلز موجوده في البريفرال نيرفس تيشو، اللي حابب يقراها يبقى كتر خير. البلاد برين بارير، ودي اخر نقطه هنتكلم عليها النهارده ريليتد للنيوروجلايال. هذا البلاد برين بارير. فين البلاد برين بارير؟ بيتصنع من ايه؟ ده البلاد كابيلاري. البلاد كابيلاري دي عباره عن اندوثيليوم، يبقى دي خليه ودي خليه ودي خليه، ثلاثه سيلز عاملين اندوثيليوم وجواهم الار بي سيز، نشوفها كده بال 3 دي، هم نفس ال 3 سيلز، يبقى دي بسميها الاندوثيليوم، واللي جوه ده اللي هو الار بي سيز ومعاه شويه توكسينز جايين مع البلاد. عايزين، لو انا لاحظت كده الار بي سيز عايزه تعدي ما بين السيلز، لا ما ينفعش، عشان كده لازم نعمل، بص هنعمل سيل جانكشن ما بين السيل ده، تايت جانكشن،
علشان السيلز بتاعتي ما تفكرش، وبالتالي التوكسنز ما تفكرش تعدي ما بين السيلز دي. يبقى اللي عايز يعدي هيعدي من خلال السيل ميمبرين ده، السيتوبلازم ده، السيل ميمبرين ده. بعد كده بلاقي خليه اسمها البيريسايت، ما بتتمنيش قوي، ما بتبانش في البريار، لكن بعد البيريسايت في البيزا اللامينه. البيزا اللامينه زي ما انت شايف بتلف حوالين الاندوثيليال سيلز وبتبقى ثيك. يبقى انا عندي ثلاث حاجات دلوقتي، الاندوثيليوم بيبقى كونتينوس يعني مش مخرم، الحاجه الثانيه عندي سيل جانكشن بتربط السيلز دي مع بعضها عشان ما فيش حاجه تعدي ما بين السيلز، الحاجه الثالثه بلفهم بالبيزا اللامينه واخليها ثيك علشان اللي يعدي من هنا ما يعرفش يعدي من البيزا اللامينه. طب هل ده كفيل بان هو يحمي النيرف سيلز اللي موجوده هنا دي من التوكسنز اللي ماشيه جوه البلاد ده او البكتيريا او الفيروس؟ لا، هنعمل كمان اضافه بايه؟ نبص مع بعض كده هنلاقي الحاجه الثالثه ان الفيت بتاعت الاستروسايت شايف بدات تقفل على فوق البيزمنت ممبرين. هنشيل دي بس عشان نشوف البيزمنت ممبرين نفضل فاكرين. يبقى اذا الفيت بتاعت الاستروسايت بتنزل على البيزمنت ممبرين داير ما يدور البلاد كابيلاري، ما تخليش اي اللي عايز يعدي بقى يعدي منين؟ هيعدي من الاندوثيليوم، السيل ميمبرين بتاع الاندوثيليوم، بعدين السيتوبلازم بتاع الاندوثيليوم، بعدين السيل ميمبرين التاني، وبعدين هيلاقي هنا البيزمنت ميمبرين يعدي منه. وبعد ما يعدي من البيزمنت ميمبرين يلاقي الفوت بتاع الفوت بتاعت الاستروسايت قافله المكان، فيضطر يعدي من الفوت بتاعت الاستروسايت. لكن على مين؟ طبعا عمره ما هيقدر يعدي من خلال البارير ده كله، علشان كده عندي كومبليت بروتكشن للسنترال نيرفس تيشو او النيرف النيورونز اللي موجوده جوه السنترال نيرفس سيستم بحاجه بنسميها البلاد برين بارير. ده اللي تعريفه تايتلي سيلكت بارير، يعني ما بيعديش غير الحاجات اللي هو عايز يعديه. الحاجه الثانيه بيمنع مرور التوكسنز والكيميكالز بالمره. البلاد برين بارير بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاندوثيليوم ومعاه التايت جانكشن، البيز اللامنه بتاعت الاندوثيليوم، واخر حاجه الفيت اوف استروسايت بروسيسز. حبينا نلخص الكلام اللي احنا قلناه النهارده، هنقول ان احنا اتكلمنا عن تنسور جانجلا والاوتونوم الجانجلا. ايه اللي يهمني فيهم الاربع خمس جمل دول؟ الكبسول شكلها ايه؟ السيلز ثلاث معلومات والنيرف فايبرز. لو بنتكلم عن النيوروجلايا فانا عندي نيوروجلايا في السي ان اس ونيوروجلايا في البريفرال نيرفس تيشو. في السي ان اس عندي الاستروسايت اللي بتوازي الساتلايت سيل، وقلت لكم ان احيانا الاستروسايت اصلا يطلع منها ساتلايت سيل جوه السنترال نيرفس سيستم. الفانكشن بتاعتها الاستروسايت مينلي البلاد برين بارير، لكن الاثنين بيشتركوا في انهم بروتكتيف ونيوتريتيف وانسيليتور. الاوليجو ديندروجلايا دي موجوده في السنترال نيرفس سيستم صح، لكن بتوازي الشوان سيل اللي موجوده في البريفرال نيرفس سيستم، الاثنين بيعملوا مايلينيشن. المايكروجلايا دي موجوده في السنترال نيرفس سيستم ملهاش ما يوازي في البريفرال نيرفس سيستم، لان عنده كونكتيف تيشو بره موجود فيه الماكروفاج، يبقى الفانكشن بتاعتها الفاجوسيتيك والانتيجين برزنتيشن. الابن دايمال سيل دي موجوده في السنترال نيرفس سيستم ملهاش ما يوازي في البريفرال نيرفس سيستم، لان ما عنديش سي اس اف في البريفرال نيرفس سيستم. البلاد برين بارير اتكلمنا عليه وقلنا ان بيتكون من اربع حاجات، اندوثيليوم تايت جانكشن بيز اللامنا والفيت اوف استروسايت. الصور دي هتساعدنا كتير في الاسبي. البلاد برين بارير فيري سيلكتيف، اتفقنا. الانتيبوديز والنيورو ترانسميترز اللي انا عايز ادخلها للسي ان اس برضه بتقابلني مشكله ان البلاد برين بارير بيمنعني. علشان كده لو انا في الاستقبال وعايز ادخل انتي بايوتيك جوه السي ان اس استخدم المانيتول، عارف المانيتول بيعمل ايه؟ المانيتول شوف كده لما اعمل هايبرتونيك سوليوشن اوف مانيتول، مانيتول ده نوع من انواع السكر، المانيتول لما اعمله انجكشن او في برفيوجن في السيركوليشن بتاعتي بيعمل دي هايدريشن للاندوثيليال سيلز ومن ضمنها الاندوثيليال سيلز بتاعت السي ان اس، وبالتالي السيل جانكشن بتاعي هيصغر. لما يجي يصغر السيل جانكشن المولكيولز اللي انا عايز ادخلها جوه السي ان اس بقت سهله دلوقتي انها تدخل السي ان اس. يبقى عرفنا ايه فكره المانيتول في الاستقبال. النيورولوجيكال تيومرز دي من الحاجات المهمه جدا، ان اول ما نشرح السيل سايكل واقول يا اخوانا ما فيش سيل ديفيجن في النيرون بتسال السؤال المباشر، امال ان التيومرز اللي في السي ان اس البرين تيومر ده حكايته ايه؟ البرين تيومر حكايته النيوروجلايال سيلز، عندي اولوودندروجلايوما وعندي مالجننت استروسايتوما، الاثنين الحقيقه فيري دينجرس.
الفايبرس استروسيتوما بتمثل 80% من البرايمري برين تيومرز. عايز اقول لك ان البرين تيومرز في النيرفس سيستم كلها ريليتد للاستروسايت والاوليجودندروسايت، لكن التيومر في البريفرال نيرفس سيستم دي خلاص مالجننت، مالجننت ما فيش فيها هزار. رياكتيف جلايوزس دي بتمثل السكار اللي بتتكون في اوت سايد السي ان اس استروسايت، بتلاقي حصل انجري في النيرفس تيشو بتروح تعمل سكار في المكان ده وبنسميها جلايوزس. وانا عايز اقول لك ان ابحاث كتيره جدا والكلام مكتوب، ابحاث كتيره جدا بتنصب حوالين النقطه دي ان انا امنع تكوين هذه السكار لان هي بتعتبر بيرمننت ديفكت هيحصل في السنترال نيرفس سيستم، بريفنتنج اور انهبيتنج الجلايال سكار فورميشن. تعالوا كده نجاوب على السؤال الاولاني اللي احنا دخلنا بيه المحاضره. ده سؤال تاني. In the central nervous system, myelin is produced and myelinated by. طبعا حفظناها دي. سؤال تالت او حالة تانية ايه كمان؟ واحد عنده 27 سنة عنده جان شوت حادثة تانية، يعني اتضرب بالنار to the thorax ومان الدورزال روت جانجليا نير البوليت. طبعا دي السنسوري جانجليا نير البوليت، اخدناها وعملنا لها سيكشن، يا ترى السيلز اللي عليها، طبعا دي واضح خالص ان ده سؤال اسب، السيلز اللي عليها الاسهم دي ايه نوعها؟ نوعها ايه؟ استروسايت ولا نيورون ولا اوليجو ولا ساتلايت ولا شوان سيل؟ طبعا الاجابه موجوده في الاخر. بقول لكم شكرا جزيلا وان شاء الله نتقابل في محاضره جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.